بالنسبه ليا ايوه ما مفهوم. عملته، لان الناس الثانيه اكيد ممكن فيها كتير ناس محترمه وفي ناس يعني بتدور على مصلحه النادي، لكن ممكن ما نلقاش نفس التفاهم ونفس ايوه الانسجام، مفهوم ونكون مش نفس الكلام فاهم مفهوم يعني. لكن ممكن لو هو مش موجود مع ناس ثانيه ممكن نكون انا ايوه. موجود في الزمالك يعني. الزمالك نفسه كان قدم شكوى ضدك باعتبار انك رحلت قبل نهاية عقدك، وانك تخلفت عن ما تبقى من الموسم، مشيت اخر مايو بينما ممكن لازم تمشي نهاية الموسم. وصلت لفين الشكوى دي وايه تعليقك عليها؟ ليه مشيت؟ ليه ما كملتش الموسم مع الزمالك الاخير ليك وقتها؟ ليش ما كملش؟ لانه ما هي اول شيء يعني مساله قانونيه، اتكلمت مع محامي بتاعي. لو كملت معاهم الموسم الموسم خلص تقريبا في شهر 11 ولا 10 ولا فاهم ولا 9 يعني، متاخر جدا ايوه يعني. لو كملت معاهم وبعدين شو راح اسوي؟ مش هتعرف تنضم شنو الى فريق تاني. ما مستحيل يعني، استنى اللي شهر واحد ايوه ومعاهم ولا ما لقيتش ولا حل يعني، صار 6 شهور ولا اكثر وانا مستني ان نلاقي حل، ما لقيتش ولا حل في الاخر يعني. قعدت بين خيارين، يا اما اكمل معاهم الاخر مش عارف لين ما يخلص الدوري ايوه وممكن نجدد ونلاقي حل، والا اروح. بس انا المشكله ما فيش شيء يضمني ان هو لو كملت معاهم الموسم وانه في شيء راح يضمني شيء اني راح اكمل معاهم فاهم. حسيت الدنيا يعني ما كانتش ضبابية. ضبابية يعني صراحة. أنا لما مشيت كانت صعبة 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 جدا، سامحني، لأنه ولا يهمك. أسيب يعني المكيف عالي شوي نقلله شوية، ممكن نخفف شوي التكييف شوية، أنا بحب أشتغل أوي في أنا ما السقعة. بحبش المكيف. هنقلله دلوقتي حالا، اتفضل. قلت لك يعني كانت الأمور ضبابية، آه ويعني مش عارف، كانت الأمور صعبة جدا بالنسبة لي إني أسيب آه فريقي في مرحلة صعبة وإنه محتاجني كل شيء. لكن في الاخر الحمد لله يعني، من غيري ومن غير كم لاعب وانهم فازوا الدوري بالدوري هذاك الحمد لله. وقتها. وحتى وشوف النادي بعدين لما حتى رغم اني مشيت بعدها نرجع ثاني مره، رجع مرتضى منصور ايوه وخلى لما خذ الدوري حطوا لي صورتي مع اللعيبه في الـ ايوه في الـ في الانستغرام وفي الموقع ايوه مظبوط. دي الزمالك. حاجات كلها بتحس بيها بالتقدير اكيد من بحس المجلس تقدير ده. تقدير يعني، عارفين لو ممكن لو كان الثاني ما كانوش راح يحطوني، بس ناس عارفه ان انا لان في ما بخلتش ووديت كل حاجه مفهوم. وحاولت ان انا ادي الماكسيموم لكن في يعني. جمهور زعل، وده نادر الحدوث ان جمهور الزمالك يزعل من فرجاني. اللقطه دي، الموقف ده تحديدا، كان من اكتر الحاجات اللي عملت الاهتزاز صح بشكل او باخر في العلاقه. شفت ده ازاي؟ صح كان صعبه بالنسبه لي يعني، عارف في كثير جمهور يعني ما تقول لك فرجاني في الاخر يعني، انت عارف متعصبين للنادي يقول لك في الاخر لا ساب النادي واحنا وراه وانا مش اي عارف، لكن في امور قانونيه يعني فاهم يعني. محامي قال لي في الاخر يعني، يا يعني اما تمشي بالعاطفه يا اما تمشي بالامور القانونيه قال لك فاهم. كده. يعني لو مشيت ممكن لو مشيت بالعاطفه قلت لك، لو كان الوقت هذاك يعني 6 شهور تقريبا كم مجلس عدى وما حسيتش بامان مع يعني مع اي حد ولا مفهوم. في شيء واضح، قلت خلاص فاهم نفكر في نفسي. والمحامي بتاعي قال لي لو يعني ما خدتش قرار راح الامور راح يعني تصعب عليك فاهم. مفهوم. في الاخر فخدت قرار خد قرار عارف انه راح بالعقل. بالعقل راح يزعل الناس مني، لكن ان شاء الله قلت. وفي نفس الوقت صعب اني اطلع اتكلم في الفتره هذه، حتى ايوه المحامي طلب مني ممكن اي شيء انه يتحسب عليك لو مفهوم تكلمت، قلت مفهوم. خلاص نعدي وان شاء الله تجي الامور نوضح. كان صعب صعب، اكثر موقف كان من المواقف الصعبه اللي القرارات الصعبه اللي اخذتها. مفهوم. طب تعالى نتكلم عن ضبابية المشهد وقتها اللي خلت فرجاني ياخد قرار العقل ويرحل عن الزمالك في الوقت ده. الضبابية كانت جاية منين؟ لأنه كل المسؤولين وقتها كانوا في كل وسائل الإعلام مغرقين المداخلات التليفونية عايزين فرجاني. جلسنا مع فرجاني، حددنا جلسة مع ساسي، مع فرجاني ساسي، مع ساسي بوعون. الأسبوع اللي جاي حاولنا، بنحاول، عرضنا كذا، طلب كذا.